وحول جهود تحقيق التنمية في مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رؤية 2030 للتنمية المستدامة تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصادا في العالم، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسعى إلى إصلاح الاختلالات البينية في السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل. قامت مصر بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على عدة محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة والسياسات النقدية والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الاختلالات البينية في السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل، وفي مقدمتها تبني سياسة توسيع تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد، بجانب العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة من خلال خفض الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم وزيادة التنافسية وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية لا سيما في المجالات الواعدة وعلى رأسها الطاقة المتجددة والانخراط في العديد من المشروعات القومية العملاقة وفي مقدمتها تنمية محور قناة السويس. هذا بالإضافة إلى تشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالميا. كما تعمل مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة.